أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، حيث لا يفوت الجزائريون فرصة التحضير لهذه المناسبة في تقليد دأب على أحيائه كل عام. توني توياج مع هادين بدل القدرة والآخرين ولا غير بزاف ديجا القدر في الدار راهم كيما نقولوا نشريو حاجة اللي خاصة في الدار، كاين كيما نقولوا إنسان يعاود الديكور شوية تاع الدار. نخمل سيغتو الكوزينة. تساغنت في الليل كل طرو دومون دي قارنتي داوي داك ويا راه سوما تقسين تراف سوما تالمون ضاف خارع. يشرو كيما نقولوا قدرة بكسكاس اللي يديروا فيها شوربة كوكوت مينيت يشرو كسارم. راهم يشرو ويحبوهم وطرو دومون دي هادو تاع الفخار ويحبوا يطيبوا فيهم باسكو هما الشربة الكو تاعها وتاع الأخرى تاع الحديد كدا ماشي كيف كيف. مع كل موسم يعود إلى الواجهة مصطلح الفأل أو تلك الفكرة الغائبة الحاضرة لدى العامة. احنا الجزائريين تقدر تقولي في أي مناسبة في أي مناسبة رمضان ولا العيد الكبير ولا العيد الصغير ولا ما غير الحاجة متوفرة، بصح لازم يقولك لازم نشرو باسكو على احنا طبيعة الجزائر هكذا يقولك نشرو هذه الحاجة لو كان فعل. إذن هي التحضيرات الموسمية الرمضانية في أيامها الأخيرة، والجزائريون يسابقون الزمن من أجل ذلك في التفاتة متجددة تعكس تقاليد وعادات العاصميين.